الأول أن المؤمن الذي يفرح بقدوم هذا الشهر يسارع ويبادر للتخلص من السيئات والآثام مباشرة. تخلي فيبدأ يتخلى عن الرذائل والمعاصي والسيئات، فتب وبادر من الآن يا إخوة. أحيانا يقدم علينا رمضان فترى نفسك كالمقيد. الآن المقيد الذي يريد أن يعمل أشياء وهو مقيد، ماذا يبدأ؟ هل يبدأ يعمل؟ يا أخي لابد أن تفك قيودك، فك قيودك حتى يعينك الله سبحانه وتعالى على الطاعات والقربات. ففك القيود أن تبدأ بالتخلص من الآثام. والله ما قيدت كثيرا من الناس إلا الذنوب. الذنوب والله أحيانا تقعدك حتى عن الذكر الذي هو من أسهل ما يكون. متكئ على جدار والله ما تستطيع أن تحرك شفتك، ما تستطيع ورب الكعبة بسبب قد يكون ذنب أذنب، ولا تستطيع أن تعمل حركة. تب إلى الله واستغفر ربك سبحانه وتعالى. بادر من الآن بالتخلص من هذه الأشياء.